أسعدتم مساء مشاهدي ومتابعي برنامج استراحة الظهيرة، وهذه حلقة جديدة أكيد وياكم. راح نبلش بنهار سعيد، ونتمنى لكم أكيد يكون بكل لحظاته سعيد وممتع. أكيد مشاهدين، احنا محضركم كثير من المعلومات وأيضا الفقرات المهمة اللي احنا نشتغل عليها ريسيرش قوي حتى نقدر نقدمها لكم، أكيد حتى تستفادون منها معلومة، وبمختلف الأعمار ممكن تقدرون تستفادون منها حتى للرجال وحتى النساء. إذا اليوم أكيد لازم ننوه عن محور حلقتنا لحديث الظهيرة. حديث الظهيرة اليوم راح يتكلم عن تأثير الشعر الشعبي على الدول، على المجتمعات العربية، كيف ممكن يأثر بهم إيجابيا وسلبيا. بس حتى ننتقل لكل هذه التفاصيل راح نروح إلى فاصل وبعدها راجعين. هذه عودة مشاهدينا وراجعين، كيف وياكم الحلقة. هذه من الأغاني اللي هواية هواية تنطي لواقعنا، وهواية تأخذ من واقعنا، بها كلمات وبها مشاعر كلش حلوة. وأيضا الأغنية كانت تتحدث على أنه شخص شقد ما يداري يحاكي قلبه، أنه شقد ما أنت تداري راح يكون موضوع موضوع. هواية أكو كلمات تأثر بينا، هواية أكو أشعار قصائد روايات تأثر بينا وتأثر بي، يعني نحس انه فعلا اللي ينقال بهذا الشعر هو يوصف حالتنا، اللي موجود بهذه القصة هي تشبه قصتنا، فبالتأكيد اكو تأثير بهذا الموضوع. لذلك اليوم احنا محورنا كان يتحدث بالبداية عن تأثير الشعر الشعبي على المجتمعات، وحتى نتحدث بصورة دقيقة اكثر راح يكون ويانا الضيف احمد البصيري. نورتنا. التنور. شكرا، شكرا لحضورك. شكرا لكم على الدعوة. شكرا لك. إذا احنا اليوم نتكلم عن تأثير الشعر الشعبي. نعم. نعرف هواية ناس تتأثر بالشعر الشعبي الوطني، الغزلي، الحماسي، كثير الحزن. نعم. الفرح، حتى الأعراس، يعني من بيها كلمات حلوة وأشعار حلوة أو قولات حلوة، يعني تحس صدق الشخصية متأثرة بها الموضوع. خليني أسألك أول سؤال، أكثر شعر أثر بك؟ والله ما هواي، بس يعني اكثرهم كاظم اسماعيل القاطع رحمه الله عليه. الرحمه والنور اكيد على روحه. الله خلينا نبدي شويه من عنده، خلينا نذكر له الشعر. لا والله ما حافظ لي، يعني ما يحضرني حاليا. ما يحضرني. اي نعم. تمام، بس اكيد هو مؤثر بكثير من. نعم. الشباب، خاصه الشاعر. نعم. شباب الشعراء اللي هم يكتبون الشعر هوايه متاثرين بي، انا اسمع على طول. صحيح. زين، الشعر الشعبي اي شخص او اي فئه اكثر، الرجال ولا النساء متاثرين به كتاثير؟ يعني اعتقد الرجال نسبه لاغلب الاكثر. اي شويه مشاعرهم جياشه. مو بس هيك، يعني انا اشوف والمراه يعني مثل ما يقولون رقيقه، جوز ما تسمع الشعر او ما تحب الشعر، مو الكل تميل للشعر. حتى قليل عندنا شعراء شاعرات. نعم صح. اي قليلات، يعني نحس الشعر الشعبي يراد شوي رجوله، يراد لقوه. يعني يراد لشخص ممكن انه يوصف الاندام بكلمات قويه. صحيح. بمشاعر تكون يعني ذات حديه. صح. زين، خلينا البدايه بما انه ما سمعنا شيء للشاعر، خلينا نسمع شيء لك. شو المحاضره لنا اليوم؟ ان شاء الله ينال اعجابكم المحاضره. يلا اوكي، انتظر. كيفش نبدي غزل؟ شنو نتردم؟ انت اللي تحب. يلا اذا تبلش لنا غزل اوكي. اقول اني لانظر في الوجود باسره. لأرى الوجوه فلا أرى إلاك. قالوا ويخلق أربعين مشابها، من أربعينك لا أريد سواك إلا سواك. الله. عيونك شن عيون الريم والحاجب عبر حده، عيونك شن عيون الريم والحاجب عبر حده، ما شايف بشر شفاف يبين دم بخده. الله. يا الوجهج قمر والطول طول هلال، يا الخصرش نهر فاض وتبع مده، يا معطر الورد بس يا ورد مدريش اشمنه واحس الروح يتحدى، يعيل هواي بي الشعر تالي الليل، والشفه لتحت مرات تتعدى، انا كل امنياتي وياك عمرك ضي، انا كل امنياتي وياك عمرك ضي، يا الحسنك هواي وتعبه وبعده، هواي الشام عندك على الجسم تفصال، وبشام النحر كل حيل يتبده، اخاف عليك من الطلعه لا تطلعين، اخاف عليك من الطلعه تنحسدين،
وخاف انا بحسدهم تذبل الورده. الله وخاف انا بحسدهم تذبل الورده. الله يسلمك. انا حسيت ما لا تطلعين هاي غيره مو حسد مو خوف من الحسد. الناسينهن يعني اي الرجل اليوم مني اريد يغار على حبيبته او زوجته او اخته صحيح يقول هل تروحي تنحزيني يروح يصير علي شيء بالي يضل يمت هو لا هاي غيره احنا خاصه معروفين رجالنا بالغيره يعني اي لازم بعد احنا النساء نشهد لهم زين انت يوم من يعني تشوف نفسك بهذا المجال مجال الشعر هل الشعر الشعبي مظلوم بمجتمع العراقي تحديدا؟ ما حاليا ما مظلوم بس يعني اكو ظلم نسبة 50% خلينا نقول يعني للوسط بس شلون تقولين اكو مواقع تواصل حاليا بس هو المجتمع يعني حاليا ما يدعم الفئات الشعراء المعطاء وكذا نعم يعني تشوفين انت المحتويات بس احنا حتى من نقول انه الناس احنا ما نعمم اي لا إيه يعني الوسط وما يقول انه بس المحتوى السلبي نعم. موجود اكواية اي لا اكيد روايات قوية إيه وحلوة منها يعني الشعراء اليوم صح احنا نعرف صفحات اي هو مو قلت الشعراء أنا اليوم يعني متابعة بشكل يعني اكو مواقع تواصل الشخص يقدر هو بنفسه يسوي نفسه يدعم نفسه يتعب على نفسه يوصل خلينا نتحدث عن المنتديات عن النشاطات اللي هي ممكن تدعمكم اكيد صح شنو هذه المنتديات اليوم اللي يعني بالبدايه انه اللي متوفره حاليا واللي هي يعني لها نشاط وياكم او اللي انتم تحتاجوها احنا بالبصره يعني حاليا عندنا منتدى تشرين منتمي بيها انا تحياتنا له تحيه لاهالي البصره حبايب القلب رحم الله والديك ماكو عراقي ما يحب الاهل اهل البصره اللي يرفعوا راسنا رحم الله والديك للامانه بعيدا عن كل الاشياء اللي صارت اليوم بكاس الخليج وكيف رفعوا راسنا اهل البصره يعني العراق كله رفعت راس اكيد بس اهل البصره اليوم هم يعني صحيح. معروفين بالكرم انا من الناس اللي زرت اهل البصره ايش قد ما هنا انا متدلله وايش قد ما هنا ممكن احنا نشوف اكو اهتمام هناك اللي يجيهم خلاص احس العشره شمع لازم تعتلق صحيح فالف تحيه طيبه لكل اهلنا واهالي البصره محافظه البصره نتمنى اكيد الامن والسلام والرزق والعافيه زين خلينا نتحدث على الشعر بداخل البصره نرجع لا نشط حاليا الشعر يعني ماشي بصورة صحيحة تقريبا موجودة جمعية اتحاد الشعراء الشعبيين بالبصرة وموجودة المنتديات يعني سووا حركة شعرية موجودة بس كانت متوقفة هاي ايام محرم متوقفين يعني كمهرجانات بس الحسينية زين الشعر اليوم من انت تختار انه تكتب شعر نعم. تحس انه اكو ناس تتاثر به تتاثر بالحزين اكثر تتاثر بالغزل اكثر او بالوطني نعرف يعني حتى يمكن الاشعار اللي هي تخص الوطن نعم. حتى الطفل حافظها حتى صح. الطفل يطلع ينشد بيها بعد هي العراقيين كلهم وطنيين هاي على صفحه العفو هو كل من يعيش حالته يعجبه هو عايش حزين يعجبه الحزن عايش حالة حب يسمع للحب كل من على الحالة العايشة يسمع للشعر وأكو هو عجبه هذا أكو الشعر ترى يوصل للقلب ما يخرج من القلب يوصل للقلب مباشر يعني نعم بس هل توافقني الرأي اليوم الشعر الشعبي مظلوم من ناحية أنه ما يوصل للعرب بشكل صحيح. بشكل يعني مباشر صحيح يا اما يتاخر او نادر ما نلقى قصيده شعر شعبي الفصيح يوصل الشعبي نعم. نادرا الا لو كان قصيده غنائيه صح. بس بهاي الطريقه يوصل صحيح بالقصيده الغنائيه يوصل لين يسمعونهم اغانينا بس كشعر مرات ما يفتهمون المفرده تنحكي بالشعر الشعبي يعني هم هم شويه فرق لغاتنا عنهم تختلف يعني احنا ما نفتهم للسعودي شنو كل لهجته تحياتنا لهم ولا هو يفتهم منا كل لهجتنا صحيح خاصه يعني احنا دا نحكي بحث يعني شعبي بحث شعبي كله يعني ما بي مجال اكو مفردات جوز ابو بغداد ما يعرفها مال البصره ما يعرف ابو بغداد صحيح شلون بغير دوله راح يفتهمه زين ما توصل له سمعنا هسه شيء الاخ احنا اليوم نريد نسمع نشبع سمعكم مجداني يلا البلابل من تمر على الشجره ترتاح
البلاول من تمر على الشجره ترتاح قصه عشق عندها ويا التغاريد. وانا وياك كنا جناح فراش نسافر كيفنا من غير تحديد. هسه دار طير وشفته من طاح وقبلته يا اطيح بدون تمهيد. تالي القصة وضحت رايد القاع طايح من وصلته بلا مصايد. تالي القصة وضحت رايد القاع طايح من وصلته بلا مصايد. قوموا وياي قلت له رد للاشجار نعوف الديرة هاي نهاجر بعيد. رفض يرجع علي بقفص محكوم مختار القفص لجل العناقيد. الله رفضت الذلة انا وجنحي مكسور ضد السرب اغرد والتقاليد. شجرة وبالثمر ما قصرت يوم اترس هالسلال بدون تمجيد. شجرة وبالثمر ما قصرت يوم اترس هالسلال بدون تمجيد. مو شرط اللي يحبك ظلك يصير تعرف اللي يحبك بالمواعيد. الله مو شرط اللي يحبك ظلك يصير تعرف اللي يحبك بالمواعيد. بير اللي ينترك ما يلقى شراي تسير لي شرط بس العرابيد. مو شرط اللي يحبك ظلك يصير تعرف اللي يحبك بالمواعيد. بير اللي ينترك ما يلقى شراي تسير لي شرط بس العرابيد. ونصحتك لا تخلي القلب مفتوح يبين بالوجه طق الهواديد. انا سيف البرز ما لم القراب واول اسم انعد بالصواعيد. انا سيف البرز ما لم القراب واول اسم انعد بالصواعيد. مو كل من نزل يسمى مديوس يصعد لون زرق من المواليد. الله سلام. الله الله يسلمك صح لسانك. الشعراء باعمار الصغيره الاطفال اليوم من تسمعهم تحس انه المجال اللي يدخلوه صح يعني تتشجعهم انه يدخلون لمجال الشعر؟ اذا يكتب بصوره صحيحه يعني كوزن كقافيه القاء يعني احنا نعرف اطفالنا اكثر شيء هم هذا يحفظ يحفظون الالقاء بس ما يكون بهم مجال يكتبون. اي ماكو مشكله هو خي يستمر واذا كبر وعنده هاي الموهبه اي عادي ماكو مشكله. ليش هو هوايته مثلا يحب الشعر ليش مثلا ما نشجع؟ يعني اقصد انه ممكن تشوف انه هذا المجال بشويه ظلم بشويه يعني تاخر بعد هو حظه بعد هو حظه. زين شنو موضوع القصيده الغنائيه؟ شو كنت نسمعها من عندك؟ شو كنت نتقربها؟ والله الله كريم يعني اكو هيك فكره؟ يعني اكو هيك فكره بس ان شاء الله مطروحه وجاين دانشها ويا الاصدقاء وهيك. زين الصفحات اليوم اللي تخص الشعر وكتابه الشعر ايضا اكو دعم من خلالها لكم؟ الصفحات اللي خاصه بالشعر يعني على مواقع التواصل؟ نعم هي هاي الصفحات تابعة اكيد مثل المنتديات او جمعيات الشعراء الشعبيين. الا اكو دعم للصفحه لو الشعر للشعراء؟ لا ماكو صراحه يعني ماكو. لا يعني اذا يريد هو ينشرك لازم مقابلك اوف ايه فماكو يعني او علاقه عندك بي. زين الشاعر شلون يقدر انه يبرز نفسه يعني بدون الصفحات اللي هي مختصه بالشعر؟ هو يقدر يبرز نفسه من خلال شعر، من خلال صفحته الخاصه، من خلال منتدى، كيف شنو السبل حتى يبرز؟ هي كتابته توصله على الشاعر اول شيء كتابته. يعني هو يوصل عن طريق كتابته. بس هو لازم يحتاج هاي الصفحات، لازم يحتاج دعم. يعني انا مثلا نشرت مقطع حاليا. اذا هم بس هاي العشر اشخاص اللي عندي شافوه. اذا هم ما شاركوه او صفحه ما شاركته ما راح يوصل للمجتمع. وصلت فكره؟ زين ليش دائما يقولون صار هسه احنا اكثر شيء عندنا الشعراء، الكل صار يشعر، كل لا مستشعرين ذول مو شعراء كلهم. مستشعرين؟ نعم. واو. ايه. زين اللي ياثرون على الشعر يعني هم المستشعرين. اكو مقاطع مضحكه. لشعراء مو شعراء لا يعني سوري الوصف هم مستشعرين على قولتك نسميها. اعتقد هم يسيئون للشعر بس بطريقه هزليه مضحكه. هم جاي يسيئون بس هم جاي يوصلون رساله يعني هي هاي اساءه صح بس بيها رساله. شنو هي الرساله؟ رساله مبطنه. اكو شعراء هيك واكو المجتمع حاليا هيك. يعني انا من اروح مثل مهرجان يعني مثلا انا من احبك. لا لا هي مو هاي هاي المضحكه هاي مفردات مسيئه بس هم الرساله اللي وصلوها. اذا انا عندي عرف بالجمهور
كلها صحيح لله. اذا ما عندي عرف شلون شعر هالقرى هو شاعر وقرى صح ما يوصل ما حد يقلبه. ليش يعني حتى يعني قدسية الشعر والكلمات اللي احنا تطيب جروحنا من عندها من خلالها نفرح اليوم اذا الشعر يكون هو وطن، شلون من صارت كأس الخليج من صار شلون على غفلة رحمة رياض بسرعة الشعر اشتغل كتابة وطرحنا. يلا خلينا نسمع خلينا نسمع حتى ارجع اتكلم بهذا المحور. تقول داري ودار جاري وكل شبر بالقاع زين تسكنهن شرط من توصل البصرة. اي داري ودار جاري وكل شبر بالقاع تسكنهن شرط من توصل البصرة. انا ذاك العراق الوطن والتاريخ وهماني اللي يقول لك هالبلد خطره تسمع بس هلا من هلك حد العراق. الله مح بس احنا صرنا وانتم الشذره واللي يدخل وطننا يشوف بس الخير والنعم واللي يدخل وطننا يشوف بس الخير ضيف وعدها لا ما تنحسب سفره مثل لون الحمام الناس كلها هنا على الكورنيش طبعا صارت اجواء ماكويتش. الله مثل لون الحمام الناس كلها هناك والضيف اللي يجينا نكرمه ونقدره. الله والضيف اللي يجينا نكرمه ونقدره. الله يسلمك. هو هذا المغزى من صار كأس الخليج شفنا بغمضة عين رحمة ومحمود التركي وغيره هواي من الاسماء، حاتم العراقي، ماجد المهندس، يعني كليته بسرعه اكو شعر انكتب وصار اغنيه وخلقونا فرحه وساعدونا بانه احنا يعني نعيش اجواء جديده وفرحه جديده اجواء ما عايشها العراق ونسمع كلام جديد. فالشعر اليوم هو يطيب خاطر يخلق السعاده والفرحه ويساعد ويساهم، يعني الشعر شيء جدا مقدس. جميل. اذا كان فصيح او اذا كان شعبي خاصه الشعبي يوصل لكل الشعوب. صح. اكثر لان اللهجات متقاربه وممكن انه احنا بالغناء نشوفها حتى اللهجه اللي صعبه توصل لان غنائيه. نعم. من انتم تشوفون هاي الحالات اللي هي تسيء للشعر الشعبي مثلا اللي قال انا من احبك احب، يعني هي صار شيء مضحك. صح. طبعا تحياتنا له هو اللي قدم الشيء مضحك بس صار وراها يترددون بهذا الموضوع خليني حتى. صح. اني احصل على طشه بين قوسين خلي اقلد خلي اقلد. صح. خلي احكي خلي يعني اطب بهذه الحاله حتى يعني شلون شنو رده فعلكم؟ احنا كذاك اليوم يعني بالبصره صارت هاي الساعه ما نريد نذكر البرامج فالجمعيه قامت دعوه على الاشخاص الساعه وللشعر واجوا وتالي يعني قدموا اعتذار وكذا. حلو. فتنازلوا يعني اكو اجراءات. نعم اكو اجراءات بس هاي اذا اكو ساعة بحق شخص شاعر ما منتمي الجمعية بعد هذا هو المسيء له. بس اذا منتمي الجمعية يعني وعده عضوية الجمعية تدافع عنه، يعني شلون تبي القناة تابعة القناة. زين خلينا نحكي عن الحقوق بما انه ذكرت الحقوق، كيف اليوم اني كشاعر احافظ على الشعر مالتي انه ما اسمعه بصفحه ثانيه، ما اسمع شخص ثاني يعني نسبه له هسه. نعم. اوكي اذا انتشر بصفحه ثانيه فهذا دليل النجاح انه. نعم. شعره حلو، لكن في حين نسبه له، اكو حقوق اليوم تقدرون تحفظون بها؟ يعني اذا مثل تاريخ النشر او انا مسمع القصيده لشخص وقراها شخص اخر وعندي دليل انا فانا لي حقوق اخذها منه. تسجلوها يعني نعم. تكون مسجلة. نعم. يعني اكو حقوق مسجلة؟ مسجلة هسه هي ابيات تنسرق مو قصيدة كاملة ابيات وتنسب لغير شخص، يعني مثلا البيت لي هو يقرأ بغير مكان فهم هاي بيها اشكالات يعني تصير. اغاني تنسرق مدى يذكرون يكتبون بس تراث بغدادي مدى يذكرون ويكون صاحب الاغنية هو حي يرزق يرزق. نعم. بس انه او تنسب لغيره مثل هذا ما معروف ينسبوها الواحد هو ياخذ حتى ما يكتبون تراث بالضبط. نعم. فهذه هم مشكلة. ايه الحقوق. لو يعني لو ما كنت شاعر شنو راح تكون؟ هم شاعر او احب الشعر؟ هم شاعر ايوه اسمع الشعر. زين. الشعر يعني هو انا قبل لا اصير شاعر كنت احب الشعر. خليني اسالك سؤال يعني. نعم. هو غريب هسه انت من تكتب شعر حزين او شعر بحماس وطني او بسعاده
او باشتياق، ياثر بيك اللي انت تكتبه، يعني ممكن ينزل دمعك ولا انت بس تاثر باللي يقرا لك؟ لا اكيد، يعني اذا هو ينزل دمع فاكيد الشاعر جوز هو جاي يدمع ويكتب. اذا هو عايش يعني الشعر اللي يوصل للدمعه فاكيد هو جاي يدمع ويكتب. اذا نزلت دمعه شخص مني يعني وصلت الحاله. نعم. وصلت المشاعر. أي. يعني هي تكون حقيقيه من الشاعر لدرجه انه قدرت تبكي الاخر. البارحه ما ادري شلون اكويت هيك كتبت وانا بالطريق هم. يمكن كاتبه بالنقاش. اذا تذكره خلينا نسمعه. يعني هاي الاشعار يقولون انه بالطريق يعني يجينا الالهام. اي هو هيك يعني صارت سوالف بالبال يعني. وافكر وكذا وهدوء والنجوم. على فكره بالجو. على فكره يعني حتى انا هم اشاركك الموضوع. نعم. انا هم من اريد اكتب مرات يقولون شلون بدك تكتبين انت شلون باي ام تحتاجين الى طقوس وهاي سوالف قهوه الفنجان واحتساء القهوه. يقولون لا ممكن انت وبطل قاعدين يعني تسوقون سياره جت فكره بس تطوروها بس تكتبوها خلاص. هنا صار عندك تبوير على انه هاي على اساسها راح ترد تصير. هو هسه انا البارحه قلت ليش كتبتها خلينا نشوف شنو وكذا. قلت هذا خوش بيت يصير. وكتبت قلت هدوء وليل واسمك مر نجم بسماي. الله. هدوء وليل واسمك مر نجم بسماي يا ضحكه حياتي وشمعه سنيني. يا ضحكه حياتي وشمعه سنيني. الله عليك. ايوه. عاشت ايدك وصح لسانك، نورتنا اليوم وحسينا بالوقت وياك طبعا. شكرا لحضورك واكيد يعني احنا نتمنى لك التوفيق ونتمنى نشوفك بنشاطات عربيه ومحافل قويه. شكرا لك. الله يسلمك، شكرا لكم على الدعوه. شكرا لك. اذا مشاهدينا اكيد وصلنا الى ختام الحوار، وكان هذا المحور يخص التاثير بالشعر الشعبي كيف ممكن ياثر علينا. اما الان راح ننتقل الى زميلتنا فاديه وحلقه ريشه. مساء الخير أصدقائي، شلونكم؟ وياكم فقرة ريشة، وريشة جديدة وكتاب جديد ومعلومة جديدة. اليوم جبت لكم رواية مختلفة. الأشخاص اللي يحبون علم الفضاء ممكن كلش يستمتعون في هذه الرواية، لأن البطل اسمه هاشم، وأيضا هو يشتغل في وكالة السعودية للفضاء وهو برتبة عقيد. أما بخصوص الرواية راح تتحدث عن كشف الحقائق بعد 9 سنوات. شنو صار قبل 9 سنوات مع هاشم، وكيف ممكن يكشف الحقائق من خلال رحلته إلى الفضاء إلى ثقب شبيه بالثقب الأسود، وكيف ممكن اكتشاف هذا الثقب، وشنو هي الأسرار اللي ممكن يقول لكم ياها الكاتب بحيث يقول لكم انتبهوا قبل ما تقرون الكتاب، اللي ما مستعد لكشف الحقيقة ليقرأ هذا الكتاب. لأنه في بعض الأحيان احنا ندور على الحقيقة واكو اشياء مخبات عنا، نقول ليش مخبأة؟ اريد اطلعها للعلن واريد اعرف هذه شنو. ولكن في بعض الاحيان الاشياء اللي ممكن تظهر لنا بعد مرور فترات وسنين كبيرة من الاسرار راح تصدمنا، او راح نقول واو لو احنا ما نعرفها احسن. هذا الكتاب راح يظهر لنا انه هاشم اقرب شخص اليه كان يعتقد انه هو جدا جيد وياه ويحبه كلش هوايه، بعد ما ينكشف الحقيقه راح تكون غشاشه على عيونه وتروح ويتفاجئ شنو هذا السر. انا ما اريد احرق لكم الاحداث، ولكن اسم الروايه ارسس، معنى ارسس هي حقبه من الزمن. اما بخصوص الكاتب فهو احمد الحمدان اللي عنده اكثر من سلسله. أول سلسلة نشرها هو مدينة الحب لا يسكنها العقلاء، وحققت مبيعات شاسعة في الوطن العربي، وبعدها كتب أبابيل اللي هي سلسلة جميلة جدا في يوم من الأيام أكيد راح أسوي لكم ريفيو عنها، وأيضا حققت مبيعات جدا رائعة. أما عن آخر كتاب إله فهو هذا الكتاب الجميل، وأنا أنصحكم تقروا وتنطوني رأيكم به. ألتقيكم في حلقة جديدة وريشة جديدة، مع السلامة. أكيد تحية طيبة لزميلتنا فادية اللي عدت لنا هذه الفقرة وتحدثنا
عن الكتاب او تحدثت لنا عن الكتاب واهميه انه اليوم شلون نقدر احنا نفهم الفكره حتى احنا نتشجع انه نقرا، نتشجع انه احنا نفهم تفاصيله اكثر. انا اليوم من اريد اقرا كتاب يعني احاول ابو المكتبه اخليه يشرح لي، مو دائما الكل ممكن يشرحون الكتاب وفحوه الكتاب، فاحنا اليوم راح نعتمد على زميلتنا فاديه بعد راح تشرح لنا بكل حلقه عن محور الكتاب ويعني مضمون الكتاب حتى احنا نتشجع انه نشتري الكتاب، وبنفس الوقت احنا احتمال انه حتى بمجرد احنا فهمنا الفكره فاكتسبنا احنا معلومه اللي نحتاجها، مو شرط انه احنا نقرا بتفاصيله، او اذا احنا نحب التفاصيل ونحب نتعرف اكثر عن المعلومات ممكن انه احنا الكتاب يصير بالنسبه لنا واضح ونبذه مختصره تكون واضحه حتى تشجعنا انه احنا نروح ناخذه، او ممكن ما حبينا، يعني كثير من الكتب يمكن نشرحها ويمكن نفهم مضمونها، لكن نقول خلاص زين قبل لا اشتريها فهمت المضمون ما اشتري اروح على غير كتاب. فحبينا انه احنا نوفر لكم هذه الفقره حتى نساعدكم باختيار كتب، لو ممكن يكون اكو كتاب انتم حابيه بعدين من احنا نشرح مضمونه تقولوا لا مو هذا الكتاب اللي احنا نحتاجه، او العكس ممكن انه انتم حابين هذا الكتاب بس ما تعرفون مضمونه، من تجون تعرفون مضمونه راح تحبوه اكثر وراح تتعنون وممكن توصلوا له. فبالطريقه هذه احنا نحاول نسهل لكم كل ما نقدر عن اختيار الاشياء الجيده واختيار المعلومات وكيف ممكن انت تنتقي الكتاب حتى تستفاد من كل تفاصيله. وايضا احنا نعرف اليوم اهميه القراءه بكل جوانب العمل، يعني اليوم اني نعرف الكاتب قاعدته اقرا ثم اقرا ثم اقرا ثم اكتب، اما اني اقول مو بس للكاتب هاي القاعده اقرا ثم اقرا ثم اقرا ثم اكتب، اقرا ثم اقرا ثم اقرا ثم انجز اي عمل انت تختاره، ثم انجز اي مشروع انت حاب تدخل بيه اي خطوه. اليوم اذا احنا نسرد صح ونقرا صح ونقرا هوايه اكيد راح يصير عندنا خزين ثقافي ممتلئ بالمعلومات اللي احنا نحتاجها، وايضا احنا نعرف كيف ممكن نستفاد من هذه المعلومات وكميه الاهميه اللي تكون موجوده بمعلومات حتى نستفاد منها من خلال كتاب او من خلال بحث. فكل الامور هي تكون موجوده ان متاحه لنا لو اختارينا انه نقرا. اذا مشاهدينا اكيد بعد ما تحدثنا عن هذا الموضوع وتحدثنا عن اهميه القراءه راح ننتقل الى معلومات وبعدها راجعين. طبعا احنا نعرف انه اهمية المعلومات اللي ذكرتها قبل قليل من خلال فقرة ريشة، ايضا ننتقل الى اهمية المعلومات. هذه المعلومة تشير على انه دراسات اكدت انه اليوم الاشخاص قبل النوم ممكن يكون مباح سرهم اكثر، ممكن يكون هم بسبب التعب والجهد اللي مجتهدين بيومهم يقدرون من خلال الساعات الأخيرة قبل النوم هم يكونون أكثر صراحة وأكثر مصداقية وأكثر تواصلا، لأن راح يكون جسمهم هم أيضا متشبع بالتعب، فهذا التعب يأثر على فكرهم بأنه اليوم أني أكون أحكي كل اللي في بالي ما أكتم، يعني ما عندهم هذا النشاط والذكاء بهذا الوقت اللي يخليهم يكتم هذا السر بهذه اللحظة، أو ممكن يخفي، لا يكون التعب مسيطر، فالتعب يخلي هذا الشخص قبل النوم قبل ساعات ممكن يحكي كل اللي عنده وبكل صراحة وبكل مصداقية. يعني احنا اليوم نقدر نستغل كل الاشخاص اللي بحياتنا انه احنا قبل اللي ينامون بالساعات الاخيرة نحاول انه نسألهم الاسئلة اللي في بالنا، اللي راح يكونون بهذا الوقت في منتهى المصداقية ومنتهى الصراحة، ونقدر احنا نستغل الصراحة هذا بهذا الوقت، وايضا نعرف انهم يكونون واضحين بهذا الوقت حتى يقدرون ينطون كل ما عندهم من الصراحة وأيضا من الشيء اللي احنا نحتاجه من عندهم. إذا كانت هذه معلومتنا لليوم، وأكيد راح ننتقل إلى فقرة أخرى. شنو ويانا بعد؟
الله. راح يكون ويانا اكيد فقره ثانيه اللي هي ترند. اها يلا اوكي. راح ننتقل الى معلم من معالم دبي. خلينا نشوف الفريم، فريم دبي، وبعدها راجعين. هذه عودة مشاهدينا اكيد بعد ما تعرفنا وايضا قرأنا عن هذه المعلومات فيما يخص فريم دبي. طبعا اولا انا اريد اشرح عن الفريمة اللي ليش مسمي فريم، هو بشكل الفريمة اللي هي الاطار للوحة او للصورة. هذا المعلم من اجمل المعالم اللي موجودة بدول العربية عامة. ليش؟ لان هو اليوم ممكن انت تشوفه من بعيد هو مجرد فريم مربع، اما هذا المربع في بداخله كثير من الجولات الممتعة وكثير من المغامرات الممتعة. بالطابق الأول ممكن أنت تلقى الطابق الأول خالين عبارة عن اهتمامهم بتراثهم والأنتيكة اللي موجودة بدولتهم، وأيضا نفس الوقت التراث والتاريخ، كل شيء بتاريخه، كل شيء بصوره وتاريخه. فتدخل أنت بالطابق الأول كأنه أنت بدبي قديمة، دبي سابقا، كلش محتفظين هم بهذا الموضوع. لذلك صمموا الطابق الاول انه يكون يخص كل تراث وثقافتهم وايضا تاريخهم بهذا المكان. ومن تنتقل انت للطوابق البقيه ايضا من ضمن الاشياء والاشياء الحلوه اللي تكون موجوده، يعني خليني اسميها انه هي متعه، انه انت من تكون موجود على جامع اكو احد الطوابق، ممكن تكون انت صاعد على يعني جامع تكون جواها فراغ، فهذا الشعور بالخوف والانتقال شلون ممكن انه انت ترجع على ارض الواقع، فهذا يكون شيء كلش ممتع وبنفس الوقت مخيف صراحه. اكو هواي ناس تخاف من ضمنهم اني، ما ممكن انه اني اقدر اتحمل انه اني اكون بمسافه بعيده عن الارض واني ممكن اباوع على الارض، ماتي جوايا جامع يعني شفافه اباوع بها كل شيء، فاباوع هذا البعد اللي يبعد عني ما بيني وما بين الارض. فهواية جولات هواية اشياء ممتعه بهذا المعلم، واكيد تفاصيل كلش مهمه ممكن انه الشخص اذا يزور هذا المعلم راح يكتشفها وراح يتعرف عليها. وايضا يعني ممكن احنا نشوف الطوابق اللي موجوده، المطاعم اللي موجوده، اما انت اذا تشاهده من بعيد فهو انت راح تشوفه عباره عن فريم ومربع، حتحس انه ما بي اي يعني جوله، ما بي اي ممكن مكان للسياحه او ممكن طعام، تشوفه من بعيد هو مجرد مربع. اما التصميم الداخلي فعميق جدا ويختصر لك هوايه نقلات وجولات تكون موجوده بهذا الفريم. اذا مشاهدينا اكيد بعد ما تحدثنا راح ننتقل الى اهم فقره اليوم وهي الترند. خلونا ناخذ اول خبر. طبعا
طبعا نعرف زيارة يوم أمس للفنانة صبا إبراهيم والفنانة هند نزار إلى دار الطفل العراقي للأيتام، كيف حققت فرحة وسعادة لذوي الأشخاص اللي هم أيتام وأيضا اللي يعانون اليوم من الوحدة ويفرحون بأي فنان، خاصة نعرف أنه صبا إبراهيم وهند نزار هم تشاركوا بعمل واحد وحققوا بطولة، فيما كانت صبا إبراهيم هي الأم لهند نزار، فبالتالي اليوم الأطفال شاهدوا هذا المسلسل وحبوا الثنائي صبا إبراهيم وهند نزار، فبدخولهم للدار اليوم حققوا فرحة وسعادة وأيضا مشاركة الضحكة ومشاركة الأشياء الحلوة ما بين الطفل وأكيد المشهور أو الفنان، فتحية طيبة اليوم لكل شخصية عامة ولكل شخصية حتى لو ما كانت عامة هي تهتم بزيارتها للأيتام أو حتى لدار المسنين، يعني بأي دار ممكن أنه إحنا نحتاج أنه يكون مشهور وأيضا المختصين يهتمون بزيارتهم للأيتام، نعرف فرحة اليتيم هي أكبر فرحة وأحلى فرحة وأحلى شيء ممكن إحنا نحققه وأيضا إحنا نقدر نفرح به. على فكرة الأشخاص اللي يزورون دار الأيتام أو دار العجزة أو دار المسنين الفرحة تكون أكبر من الشخص اللي موجود بهذا الدار، يعني اليوم أنا إذا زرت هذا الدار الفرحة راح تنتابني أكبر بهواية من الفرحة اللي تنتابه، لأن أنا اليوم أعرف حققت فرحة لهذا الشخص فبالتالي راح تتضاعف عندي، فتحية طيبة اليوم لكل فنان أكيد ممكن يبادر بهذه المبادرة. ننتقل إلى الخبر الآخر. الخبر الآخر ومن أكثر الأخبار المفرحة واللي صراحة أنا جدا سعيدة بها، الإعلامي محمود سعد ضيف شرف معرض بغداد الدولي للكتاب. طبعا سيقام المعرض خلال فترة من 18 أيلول وحتى 27 أيلول، الوقت راح يكون من 10 صباحا حتى 10 مساء. خبر مفرح جدا، واحنا اليوم نعرف ان كثير من الكتاب وكثير من المفكرين وايضا الناس اللي تشارك بهذا المعرض، فاليوم من يكون مثل الاسم الكبير المحترم الاعلامي محمود سعد ضيف بمعرض الكتاب اكيد راح يكون عندنا فرحه كبيره بحضوره، ونتمنى يكون الى دعم خاص للكتاب المبتدئين وايضا مو فقط انه يقرا للرواد او للكتب التاريخيه، نتمنى ايضا يطلع على الكتاب اللي هم ببدايه مشوارهم وحتى ممكن يساعدهم بملاحظاته وايضا يساعدهم باهتمامه لكتبهم، فاكيد نتمنى انه يكون زيارته مو اعتباطا ولا زيارته تكون سريعا، نتمنى يكون زيارته بوقت طويل وايضا يهتم بالشباب ويهتم بكتبهم وانجازاتهم. ننتقل الى الخبر الاخر. أمين بغداد يشرف على أعمال تطوير ساحة الاحتفالات لاستضافة الفعاليات الرسمية والشعبية. طبعا من الأشياء المفرحة أنه راح يقام حفل كبير، حفل يعني راح يكون بكثير من الفنانين العرب نوهنا في الحلقات السابقة، لكن اليوم احنا دا نحكي عن الأهمية اللي انطلقت من أمين بغداد حتى يهتم بالمكان أكثر ويهيئ لاستقبال الضيوف، نعرف كثير من المشاهير راح يجون، الأسماء المهمة عاصي الحلاني، أليسا، شيرين عبد الوهاب، كثير من الأسماء اللي راح تكون موجودة بهذا الحفل الفخم اللي هو ما راح يكون أي شخص ممكن يحضر به بسهولة، الأسماء راح تكون محددة جدا وأيضا بسبب حتى يحافظون على أمن المشاهير والشخصيات اللي من الدول المجاورة راح يكونون موجودين بحمايتنا، وحيكونون بأكيد أنه لازم إحنا نوفر لهم الحماية والأمن وكل سبل الراحة، لذلك ما راح يكون مهرجان يعني بشعبية هواية أو بناس هواية بمشاهير هواية، راح يختص بأسماء معينة تحضر تشارك هذا المهرجان، إحنا اللي نشوفه موجود بهذا المهرجان راح يكون حلقة وصل ما بين العراق والفنان العربي
وكيف ممكن احنا نوفر له الامن ونوفر له السبل الراحه حتى يكون موجود ب يعني معارضنا وايضا يكون موجود بمهرجاناتنا المهمه. ونشكر اكيد امين بغداد لان يساهم بهذا الموضوع انه يهيئ المكان اكثر. وايضا احنا نتمنى من كل المسؤولين او الجهات المسؤوله منها امين بغداد وغيرها يهتمون باماكن ثانيه مو فقط بهذا المكان اللي راح يحقق حفل. لا احنا نتمنى انه كل شخص مسؤول عن جهه معينه او ممكن فد مكان معين وايضا انه نشوف اكو تغيير واكو اهتمام فقط للمهرجانات ولا فقط لاستقبال المشاهير. لا احنا نتمنى يكون الاهتمام بكل ركن بالعراق واكيد احنا نفرح بكل خطوه وانجاز يضاف للعراق. اذا مشاهدينا كانت هذه فقراتنا اليوم، شكرا لكل من تابعنا واكيد انتظروني بحلقه جديده. مع السلامه.